بسم الله. فإذا الفكرة إحنا بدنا الكلاينت سيرفر كود تبعنا نقسمه بحيث كالتالي، لاحظوا في الكوبي تو ثريد اللي هي هيها. طبعا أنا بجهز فانكشن جماعة، لاحظوا void star اسمه وبعدين نعطيه argument ماشي، وجهزت الفانكشن الأصلي هذا void string client هذا الأصلي ذكرينه. فليش مش معطينه void star وهو ماخذ أكثر من argument؟ هذا الفانكشن سوري، هذا الفانكشن مين اللي بيستدعيه متذكرين؟ هذا كان عنده المين صح، يعمل مين ونفوت نفتح سوكيت ونجهز الاستراكشر ومش عارف شو، بعدين نستدعي str client. فهذا بعدني بستدعيه بنفس الطريقه، المين فانكشن ولا غيرت بي شيء، بعدني بستدعيه بنفس الطريقه. لما استدعي هذا الترتيب شوفوا كيف، لما استدعي هذا وين بفوت شو بيعمل؟ هو بيعمل كرييت للثريد متخصصه بالفانكشن هذا. ان شاء الله تكون الفكره وضحت. اذا فعليا مين يعني هي، ارجع اشيل هاي كلها الرسمات، المين بدي اكتبها هيك، المين يستدعي str client اللي هو client، والstr client نفسه هذا بيعمل كرييت، هنسميها هون كرييت لانه مش استدعاء، كرييت لشيء بدي احطها مبارلل مع هذول الثنتين اللي هو الكوبي تو. فهذول الثنتين زي كانهم شو صاروا؟ لا هي احنا قلنا اذا ما فيش عندي مالتي ثريدنج، في عندي ثريد واحده اكيد اللي هي نفس الاصليه اللي هي هاي، وهي نفس عملت ثريد، فعشان هيك صاروا الثنتين، عشان هيك هون مسميهن لاحظوا كيف كوبي تو ثريد ومين ثريد. فسيمبلي على المين سوري على السترينج كلاينت فانكشن هذا، لاحظوا باخذ الباراميتر الفايل بوينتر وسوكيت اف دي ارجومنت، هذول هاي الماكسيمم لاين اللي بده يقراه من اليوزر. قبل ما يقرا من اليوزر يفوت بلوب، قبل شو عمل السوكيت اف دي اللي بده يستخدمها هيها سوري الباراميتر هذا السوكيت اف دي اللي هو جاه باراميتر من هون، لاحظوا عرف تو جلوبال فاريبلز هيهم فوق فور بوث ثريدز تو اكسس. هذا الارجومنت هذول مجايات من المين، انا بالمين فتحت السوكيت وجهزت الستركتشر مش عارف شو واستدعيت السترينج كلاينت هذا بالسوكيت اللي فتحت، فعشان هيك بس اجيت عملت لوكال فاريبل هون سوري عملت اكسس للجلوبال هذا الشير وقلت يساوي الفاليو اللي كانت جوا المين، يعني السوكت اللي فتحها المين. بعدين شو عملت؟ عملت نفس الشيء الفايل بوينتر هو الفايل ارجمنت اللي ودى لي اياه، بعدين عملت كرييت للثريد تشتغل على الكوبي تو فانكشن. طبعا مباشره السكيدجلر الان يا بيشغل هاي كوبي تو وبيشتغل شغل بعدين بيطلع بيرجع لهاي فبتكمل بتفوت على الوايل، يا انه سمبلي بيكمل على الوايل بفوت على الوايل، يعني بصير الان عملت سكيدجولينج بين الثريد الاولى اللي خلينا نسميها المين ثريد اللي هي هاي اصليه هاي وبين الجديده اللي هي هاي، فبصير يعمل سكيدجولينج مره هاي مره هاي مره حسب يخلص هاي بالاول يعمل هاي بالاول. بس تنشوش انه هاي عباره عن لوب وايل وهاي لوب، فاكيد حصير يعمل باك اند فورث بين هاي وهاي. فسيمبلي هاي اذا اشتغلت هاي بالاول هاي اللي تحت اشتغلت بالاول حيعمل ريد لاين حيعمل بلوك ولا في شيء، مجرد ما يعمل بلوك يقول للسكيدجولر خلينا نستغل وقتي العاد خلينا نطلعه واجيب لي الثريد الثاني. الثريد الثاني شو حتعمل؟ ريد من الكيبورد، فاليوزر حيدخل حيكتب على السوكيت ماشي وحيرجع مره ثانيه على الوايل يقرا. اذا اليوزر ما دخل شيء صفن شوي شو بروح بيعمل؟ بيقيم هاي بحاول يشغل هاي. طبعا هو لما كتب هون رايت لما كتب على السيرفر، السيرفر شو عمل مباشرة؟ رجع، فصار عندي الريد
ريدي، راح من الويتنج للريدي، يعني اتس ريدي الان تو بي سيلكتد تو رن، اجى السكجر اختاره، فعمل ريد حيلاقي داتا اللي رجعت فيعملها ويطبعها على الشاشه يرجع الوايل يريد، اذا في كمان داتا حيطبعها حتى يخلص الكوانتم او يعمل بلوك، عمل بلوك بروح برشيد السكجلر في شيء ريدي وهكذا تا يخلص يخلص شغله بينه. فعشان هيك صار الكود مور ريسبونسيف، ما انا بعمل بلوك لهون وفي إشي ممكن انا اشغله هون، وهي الفكره اللي بدنا اياها، صار مور ريسبونسيف. وضحت يحيى؟ دكتور هسه انا بقدر احط الفانكشن تبع الاس تي ار كلاينت بثريد، يعني تكون ثريد جوا ثريد هسه؟ لا هو انت ممكن شو تعمل بالمين هون، بالمين بالمين فانكشن هون، مو بالمين فانكشن ترى ما غيرناش فيه نفس الشيء، بس يخلص الداتا. اي ثينك خليني اشوف اذا انه على النكست سلايد المين، هيو المين. اوكي ماشي. لا هذا سوري، هذا السيرفر، سوري هذا السيرفر تبع الكلاينت. ارجع شوف المين فانكشن زي هذا، يعني عندك انتجر مين مش عارف شو، هيو جهزنا السوكيت، وطبعا هذا تبع الجزء السيرفر ماشي، بس بعد ما جهزنا السوكت وكذا شو عملنا؟ استدعينا زي ما قلت لك بالمين هون، استدعينا str client، str client. لما استدعينا str client عملنا jump للكود هذا. أنا ممكن هون بالمين بدل ما استدعي str client أقول له pthread create، يعني أعمل create للthread تشغل الفانكشن هذا، بصير that's why. بس هي اصلا باي ديفولت، احنا اصلا زمان لما كنا نشتغل كودينج هيك بدون ما نعرف انه في بديني شيء مالتي ثريدنج، ان الكود نفسه اللي بتحطه هيك جوا المين كله بتعمل له هيك رن وبيشتغل اسمه اصلا سنجل ثريد اوف اكسكيوشن، فانت عندك باي ديفولت ثريد وانت مش داري اصلا انك عامل ثريد. ما ادري ايش اشاره اكون جاوبتك او فهمت شو قصدي. تمام. نيجي للسيرفر ماشي، السيرفر بده يعمل ثريد كمان، نشيل هذا. فعرف فانكشن دويت سما نفسه بيرجع void وبياخذ void، هاي المين فانكشن طبعا الان، هاي الستاندرد يعني اللي اخذناه من اول فصل، listen fd وconnect fd ومش عارف address linked وبجهز address. طبعا هو مستخدم فانكشنز، هذول الرابر فانكشنز معرفهم بال UMP.h، بس هو عمل socket وbind وlisten وaccept ماشي، يعني هاي listen، يعني هاي TCP listen عمل ثلاث شغلات، فتح socket وعمل bind وبعدين شو عمل accept، شو ظل هسا دور ايش؟ عمل listen سوري، هسا دور الaccept. ففتت على loop انا هسا بدي اجي اشرح هاي، هسا بورجيكم شو مهمتها هاي شوي. ففتت على loop شو عملت؟ كونكت. شو يعني كونكت؟ يعني في كلاينت سي 1 حاول يشبك معي انا السيرفر، شو اساوي انا السيرفر؟ الاكسبت حترجع، لما الاكسبت ترجع حتعطيني في ايش صار عندي سوكت اف دي جديده بيني وبين الكلاينت هذا. سمبلي شو بقول له؟ انا المين، انا البيرنت، هذا المين ثريد اسمه صار المين ثريد او البيرنت ثريد، كرييت ا ثريد، لاحظوا نل، انا مش مهتم اعرف شو الثريد اي دي تبعته، بيهمنيش، والديفولت اتريبيوت هذا الثريد متخصص يروح يعمل الفانكشن اللي اسمه دوت وياخذ باراميتر كونكت اف دي اللي هي رجعتها. يعني بمعنى اخر عملت ثريد انا هون خلينا نسميها تي 1 مثلا، طبعا هون ما لهاش تي 1، هي تي 1 لونها هون ثريد، خلينا نسميها ثريد 1، تخصصها هاي تشتغل على الكونكت اف دي هذا صح اللي شبك مع الكلاينت، فبصير تخصصها زي كانه كيف المالتي بروسيسنج اعمل تشايلد تخصصه، انا عملت ثريد متخصصه تحكي مع الكلاينت هذا، اجاني كلاينت ثاني شبك معي بعمل له ثريد ثانيه متخصصه تحكي معها، والبارامتر المهم اللي هو الكونكت اف دي هذا اللي بيرجع من الاكسبت، فصارت كل ثريد متخصصه مع كلاينت. عشان هيك انا مهتمش اعرف شو الثريد، بس تخلص شغلها كيف شغلها. لنفرض اليوزر دخل نل وخلص ما ضلش شيء، اجت لهون الدويت فانكشن، لاحظوا اول شغله شو عملها؟ ديتاتش، خلص كل ثريد منفصل بحالها.
هاي الديتاتش. شوفوا بدي أعمل ديتاتش لحالي، عشان هيك يعني التيبيكال التيبيكال يوسج أعمل ديتاتش لحالي. كيف أجيب حالي؟ بستخدم البي ثريد سيلف، أعطيني الاي دي تبعت حالي، ماشي اي دي تبعت حالي، وعمل لها ديتاتش. فأنا فصلت حالي عن البيات فصرت هيك منفصل. شو بعمل؟ برجع بستخدم السترينج ايكو فانكشن القديم نفسه، الارجومنت اللي وديته هون هو انتجر، فعملت له كاستنج وديته للسترينج ايكو الفانكشن القديم اللي بنعرفه. وبس خلص هذا، كيف بس يخلص؟ اجاني فين، اجتني هون نل ووديت شيء، هذا رجع لي فين، بعد ما رجع لي فين عملت له اكنولجمنت وخلص. هذا بالسترينج ايكو بيخلص، بعمل كلوز للسوكت اللي هي بالاكشلي كونكت اف دي الاي باس تاون، كلوز الارجومنت هاي يعني سكر السوكت، وريتيرن وين برجع؟ ريتيرن للبيرنت، بس اعمل ريتيرن بتروح هذا الكونكشن وخلص رجعت للبيرنت. والبيرنت وين اصلا بيعلق؟ بيكون بالفور. فالبيرنت صار بس سيمبلي سيرفينج للكلاينتس، وكل كلاينت بثريد، كل كلاينت بثريد، وهذول هم الكلاينتس. هذا كود الكلاينتس اللي حكينا قبل شوي. عشان هيك لاحظوا مثلا، لاحظوا هسه بدي ارجع اشرح للكلاينت. الكلاينت هون افجيتس بيقرا، اذا قرات نل يعني اند اوف لاين خلصت، ما بفوت على الوايل، الوايل ما بتتحققش. هل اللي قراته لا يساوي نل؟ لا يساوي نل، كنترول دي خلصت، ما بكتب. شو بعمل؟ شت داون، بعمل كلوز لجهه السوكت من الكلاينت، فحودي له شت داون، حتودي له زيرو. فالطرف السيرفر حيعمل ريد، بكون عامل بلوك بالريد، حتيجي زيرو يعني حيفهم انه ايش خلص الكونكشن، حيرجع للمين تبعت اللي هي هون المين، حيطلع اول شيء من اللوب، سوري هون هاي السترينج ايكو، حتخلص حتعمل لأنه يعني قرأ زيرو، الريد اللي هون قرأت زيرو، معناته اطلع من اللوب اللي بتعمل هاي الايكو باك، حيعمل كلوز، حيودي الفن. الفن لما يوديه مين حيقرأه؟ الثريد هاي، هيها اللي بتقرأ الريد لاين مباشرة، حيشوف الفن، ماشي فن ترجع زيرو هون. هل هي أكبر من زيرو؟ لا مش أكبر من زيرو، حيطلع من اللوب هاي، يطلع من اللوب هاي. إذا متذكرين قبل شوي قلت لكم المين استدعى STR client وعملت copy to، هاي لما تطلع وين ترجع للمين؟ المين شو فيه؟ لما يرجع الـ STR client بيعمل exit، وهيك نكون خلصنا بدون لا مشاكل علق ولا أي شيء. بتكون ترجعوا هيك تشوفوا الكود كله بتحطوه قدامكم عشان تتخيلوا، هون لازم جزء أفضل هيك لو الكود تبع المين موجود، بس مشكلة السلايد بس عشان تحط بيه كل شيء. تمام؟ ما في زومبي ستيت ومشاكل ولا شيء، ولا لا في سيجنال ولا زومبي ولا شيء بالطريقه. طبعا هذا احنا يعني مش هيك الديزاين تبع الدنيا، على طول طريقه عملنا للديزاين يعني احنا وير سمارت انه الديزاين تبعنا هذا حل المشكله، مش شرط دائما هيك الديزاين، بس اعمل تو ثريدز واحطه هون نص وهون نص. انت الان احنا بنفهم السيستم كيف بيشتغل، وبنستغل طريقه عمله هاي بانه نحل مشاكلنا يعني، أو نتجنب، خلينا نسميها بلاش نحل، نتجنب حدوث المشاكل اللي كانت زي سيجنال هاندلر، بدي أعمل سيجنال هاندلر وزومبيز ومش عارف شو كده. بس في مشكلة هون، في مشكلة يا طويلين العمر، هيها a potential race condition problem. هسا بحكي عنها، خلينا أشوف بس كيف passing arguments. الآن يعني وضح الجنرال ستركتشر. هسا مشكلة الثريد يعني مبينة هي سهلة، هسا المشكلة الثريد زي ما جماعة مرات ديباجينج. شو يعني ديباجينج؟ يعني مرات هالكود بيشتغل صح، مرات بيشتغلش غلط، بيشتغل غلط. طيب اشتغل غلط معناته في مشكلة، هسا هات شغل الكود مرة ثانية عشان طلع لك نفس الغلط. You cannot control، وإحنا شو قلنا؟ You cannot control the scheduler شو حيساوي. أنت باللحظة اللي طلع ميها غلط مثلا، عمل run كالتالي thread 1 بعدين 2 بعدين 1 طولت شوي بعدين رجع 2، كيف أنا طلع عندي غلط بس أنا بعرفش scheduler إنه عمل هيك، رد عمل run، يجي scheduler عمل 1 وخلصها بعدين عمل 2 وخلصها ما طلعش error، عمل run مرة ثالثة عمل 2 بالأول وخلصها بعدين عمل 1 وخلصها ما طلعش error، ارجع مرة ثالثة عمل 1 شوية
عملته خلص صار رجع وان وخلصها، ما طلعش الايرور اللي طلع معي بجزء الايرور الجديد. ففعليا فعليا هي هاي جزء من ال شو بدي اسميها من الديس ادفانتج. يعني يعني احنا شفنا الصوره الناصعه للثريدنج، الصوره اللي يعني بها المشاكل، اللي هي عمليه انه الديباجنج فيها مش سهل لانه في شير داتا. اذا في اكسس لشير داتا ممكن يصير في عندي ريس كونديشن. عشان هيك وانا اشتغل بثريدنج لازم اول شغله اشوف هل في شيرت داتا. يعني اذا بتلاحظوا هون السوكت اف دي هو شيرت، لكن شوفوا هي مش لانه شيرت في مشكله. يا جماعه متى الشيرت بيكون في مشكله؟ واحد يقول لي هيك صحصح معي تابع شيرينج متى بيعمل؟ إذا اثنين بدهم إذا اثنين يعني تو ثريدز نعمل كرياشن للتو ثريدز مع بعضهم يستخدموا نفس الفاليو. شو معنى بدي كلمة يستخدموا؟ أعطيني very specific يعني شو يستخدم. طب أنا ممكن أقرأ الداتا وخلاص ما فيش مشكلة. يعني عم بكتبوا على نفس ال exactly. يعني عم بكتبوا نفس ال على نفس الفاليو. يعني بمعنى آخر في تعديل، في override على الهاي exactly. في تعديل في update على shared value. هسا في بعض الطلاب مرات شو بيخربطوا، كل ما اشوف شيرد فاليو بحط لوك وانلوك وسيمافورز. لا هسه اذا الشيرد فاليو الكل بيقراه ما في مشكله، كل حيقراه صح. هي وين مشكله؟ انه اثنين يقراوه واحد يعدل قبل الثاني، يجي الثاني يعدل قبله ومش عارف شو. اذا فعليا لما اجي اقول مثلا على سبيل المثال هذا السوكت اف دي هون الفاليو هاي السوكت اف دي شيرد، اوه ما عنده مشكله خلينا نعمل سيمافور. لا، هل بحاجة أنا أعمل هاي أعمل لها سيمافور ولوك واللوك ومش عارف شو؟ طب هل في حدا بيعدل على السوكت اف دي؟ لا، لاحظوا اثنين هذا بيكتب وهذا بيقرأ. طبعا هذا بيكتب داتا بس هو بيكتب على فاليو هاي تفاليو بتغيرش، بيستغل يستخدمها زي ما هي، ما حدا بيعمل أبديت للفاليو هاي، فما في داعي يعمل سيمافور هون وشيرينج ومش عارف شو. مع أنه شيرد فاليو بس هو is not updated، ما بصير إله dynamic changing. يعني طب وين في مشكلة مثلا بالدايناميك تشينجينج هون؟ خل نشوف. ماشي، اذا هاي هي بتحكي عن ال يوز سينكرونا اف ذا داتا بوينت تو باي بوينتر از شيرد. ماشي، يوز سينكرونايزيشن تو سينكرونايز اكسس. شوفوا كيف، خل نشوف المثال هذا. يعني بجوز تحملوني بس كم دقيقة بس انهي، لانه يعني اذا بدي اعيد بدي بجوز ربع ساعة المرة الجاي بس اذكر بي. بس الان شوفوا شو الفكرة. نفس الشيء، هاي المين دخلت الفور اكسبت، شو بترجع لي الاكسبت يا جماعه؟ كونكت اف دي. ها شو روح عملت؟ عملت كرييت للثريد. لاحظوا هون شو عملت، اي باست ذس باي ريفرنس. روح اعمل لي الفانكشن اللي اسمه دوت. تعال عدوت شو بيساوي؟ بيعرف لوكال فاريبل اسمه كونكت اف دي، هذا لوكال للثريد هون للفانكشن يعني. تمام، خليني بس اضبط السلايد. طيب شو بيجي شو عمل هون؟ عمل بعدين هذا الفاريبل اللوكال عندي يساوي، مش انا وديت لك بوينتر اسمه ارجمنت صار لما تودى هون الارجمنت هذا. طبعا روح جيب الاشي اللي بيأشر عليه. طيب خليني بمثال اشرحها. لنفرض الاكسبت رجعت، ما هو انتجر كونكت اف دي كان قيمته 5. ماشي، هاي الميموري وخل نسمي هذا البوينتر اكس وبيأشر على القيمة هاي بالميموري 5. انا هون شو وديت؟ وديت اكس هاي باي ريفرنس مش الخمسة، وديت الاكس. فرجعت هون قلت له الاشي اللي بيأشر عليه اكس، الاشي اللي بيأشر عليه اكس ماشي، حط لي اياه بالكونكت اف دي. شو حيجيب لي؟ اذا كونكت اف دي هون ساوي 5، That's fine. وعملت ديتاتش واشتغلت في الشغل تبعي وصرت هنا إيش أشتغل؟ أقرأ وأكتب من السوكت اف دي اللي هي هاي صح؟ أقرأ وأكتب من 5 ما فيش مشكلة لحد الآن. خلنا أقول لكم وين المشكلة، كيف ممكن تصير. طيب الآن أنا لاحظوا لما عملت بي ثريد كرييت صارت الخمسة هاي صح هيك، وبعدين شو عملت؟ رحت أنفذها وين؟ طب المين فانكشن شو رجع وين؟ على الفور. رد عمل وين؟
كول على الأكسبت. لنفرض رجع لي كمان كلاينت بيشبك، حتكون ستة صح؟ الستة هاي وين خزنها يا جماعة؟ سوري بديش أكتبها هون. الستة هاي اللي رجعت الجدي وين خزنها؟ فوق الخمسة. فوق الخمسة exactly. لغى هاي الكونكت أبدي صارت ستة. لنفرض إنه فعليا قبل ما أشغل الكود هذا أنا رحت، ما بتعرفش مين حيشتغل الأول، قلنا اشتغل الكود هذا وكتب الخمسة وكتب الست الجديدة. فعليا أنا بعدين هيك السكجلر وقف هاي وشغل الثريد هاي دوت اللي هي الثريد كرييت هاي الأولى ماشي. لما يجي يعمل كونكت اف دي شو حيلاقي القيمة هاي؟ ستة. شو صار بالقيمة القديمة؟ فصار عندي ثريد تحكي مع كلاينت ثاني غير الكلاينت اللي أنا أنشأته عشان تحكي معه صح؟ الكونكت اف دي ما هو هذا الديسكريبتر، انا اعطيته هون 5 و6 بس مو بكون بالاي بي ادرس والبورت اللي بتحكي بيه مع الكلاينت. فصرت تحكي مع كلاينت على بورت اصلا هو مش حيكون شغال بجوز، واحد كلاينت كل واحد بديره زي ما بقول. شفتوا وين المشكله؟ سبري يعني دقيقه جدا الصراحه. ليش؟ لاني انا اي باست ذس باي ريفرنس، وهنا شو عملت؟ عملت أبديت، هاي حطيته على الشمال يساوي، عملت شيء يساوي، فأنا أعطيته بده أعطيه قيمة. هاي الأبديت، التبديت اللي هون له علاقة بالفاليو اللي هون، كلها بتأشر على نفس اللوكيشن بالموري. طب شو الحل معناته أنا؟ شو الحل؟ اللي هو فانكشن مالك. استني بس خلني أسأل السؤال، إيش مالك؟ تعمل لوك. صوتي بيقطع ان شاء الله، بجوز لما تحضر التسجيل يكون واضح يعني، مش عارف بقينا نحكي عن النت، احنا جبنا سيره النت لو المحاضره. تمام يعطيك العافيه. فالحل زي ما سوينا هون، قلت لكم برجع لها بس انا شوفوا الحل. هيو اللي عملنا اصلا، خلينا اورجيكم شو عملنا هون. شوفوا شو عملنا هون. عملنا شيء اسمه مالوك ميموري الوكيشن، ماشي؟ ميموري اللوكيشن. طبعا هي المشكله، طبعا اذا بتلاحظوا خليني ارجع اورجيكم الحل هون. شوفوا سيمبلي شو سوي، دايناميكلي اللوكيت ميموري فور ذا ارجومنت، بمعنى اخر كل مره بعمل اكسبت حط النتيجه بميموري لوكيشن جديد، وهذا الميموري لوكيشن الجديد يو باست ات للفانكشن. فصار زي كانه الان عندي ميموري، اول ما افوت على اللوب بعمل ميموري لوكيشن جديد، خلينا نسميه اكس مثلا، والاكسبت اكتبي يا اكسبت على المكان اللي بيأشر عليه اكس هون. بعدين برجع على اللوب، شو بيعمل؟ مالك جديد، ميموري جديده، خلينا نسميها واي مثلا، وبعدين اكتب الاكسبت ريزلت، بترجع على الواي. وانا لما اجي استدعي الفانكشن بجيب لك القيمه اللي هي اكس وواي وزد. فكل فانكشن من الدويت هاب بياخذ قيمه مختلفه بتأشر على لوكيشن مختلف. فعشان هيك هسه الكونكت اف دي اللي هون كل مره بجيبه من ارجومنت لوكيشن جديد، مره جبته من اكس لا ومره جبته من واي ومن زد حسب، وبس اشتغل شغلي واخلص. لازم اعمل فري طبعا، فري ارجومنت خلص، لاني اخذت الفاليو هاي، اخذت 5 6 10 اخذتها وبصير اشتغل عليها، وهذا ما بديش اللوكيشن عشان ما يضل حاجز لوكيشن. بس وصلت الفكره تمام. فهيك يعني احنا بس عشان اورجيكم بس يعني الجانب الاخر من الشغل بالثريد. يو هاف تو بي كيرفول انك ما تعملش مشكله وتخرب على حالك. ان شاء الله المره الجايه ممكن ايش ممكن ترجع السلايد اللي قبلها. ايوه هون لما صارت المشكله دكتور، انت قلت انه طلع من الثريد الاولى او راح هون عشان بس يعمل. علشان تصير المشكلة عفوا عذرا منك دقيقة بس، عشان تصير المشكلة لازم يصير في أوردر معين بالشغل. هسا إذا أنا عملت كرييت وهي خلصت كل شغلها بعدين عملت كرييت للثانية، مش هتصير المشكلة إذا كان هذا السؤال. صح مزبوط. بس هسا إذا أنت ما عملتش كرييت كيف وصلت القيمة الجديدة؟ ما أنت ما بعثتها. دقيقة هسا بقول لك كيف.
يعني بجوز احنا وقت منتهى اللي يحب يطلع. بس شوف كيف انا ارجع بس ارسمها عشان صير اسرع الشرح هيك ماشي. انا اول ما جيت عملت اكسبت رجعت، اذا هون خليني اكتبها هيك كونكت اف دي، هذا الكونكت اف دي له لوكيشن بالموري، هيني معرف ولاحظ انتجر له لوكيشن بالموري. الاكسبت رجعت خمسة مثالنا، هاي خمسة اذا حطها بالموري هون كويس. بعدين شو عمل بي ثريد كرييت، عملت ثريد هذا الفانكشن ووديت لك الادرس تبع الكونكت اف دي، مش وديت لك الخمسة، الادرس تبعها. الان الدويت اول ما فاتت عملت فاريبل جديد هون، خلينا نسميه هذا الكونكت، خلينا هذا يعني اللي هو هذا اللي هو اللوكال فاريبل تبع الثريد ماشي، هذا جديد. هسه شو قيمته لحد الان؟ جيت قلت لك قيمته تساوي البوينتر اللي وديت لي اياه، الاشي اللي بيأشر عليه البوينتر اللي وديت لي اياه. فشو راح يعمل هون؟ نحط خمسة. هذا يعني الحكي هذا الحكي يأشر على الكونكت دكتور، ايش صار؟ صار يأشر على الكونكت مش على الخمسة. اكزاكتلي على الكونكت، ما هي بالادرس. فهو اخذ الفاليو اللي هاي الستار بتعمل ريفرنس، دي ريفرنس بسموه. هذا عندي بوينتر، جيب لي الفاليو اللي بيأشر عليها البوينتر. راح على البوينتر لقى خمسة، حط خمسة. طب لنفرض هاي السيناريو طبيعي لو اشتغلت، لنفرض انه لما استدعيت الفانكشن هذا عمل عرف الفاريبل هذا، بس باللحظة هاي طلعوا السكجولر، هون السكجولر طلعوه يعني اوت، خلينا نسميها هيك، طلعوا هون صح. لما عمل اوت مين حيجي يشتغل؟ حيجي يشتغل الفور. رجعت على الاكسبت، لنفرض الاكسبت اجت كمان كونكت جديده من كلاينت ثاني، هاي كلاينت 1 اللي شبك قبل خمسة، هاي كلاينت ثاني، كلاينت ثاني عمل له اكسبت رجع له ستة. وين حيحط الستة؟ بنفس المكان لانها على الكونكت اف دي، حيشيل الخمسة هاي اوفر رايت حط ستة. بعدين لنفرض السكجولر طلعني من هون قبل ما اعمل الكرييت، طلعني رجع فوت الثريد القديمه، شو حتعمل الثريد القديمه؟ حتقول اوكي انا كان عندي بوينتر اللي هو هذا، روح جيب لي الشيء اللي بيأشر عليه. شو اللي بيأشر عليه هسه البوينتر؟ ستة. فشو حيعمل مكان الفاليو هاي؟ ستة. فلما هي المفروض تكون خمسة، يعني المفروض انا اصير اشتغل بدل ما اشتغل مع الكلاينت هذا واصير ارسل وارسل على البورت والاي بي اي اللي كان هون، بصير اشتغل مع هذا على الاي بي والبورت تبعه، وهذا اصلا مش طالب شيء ثاني، بجوز البورت تبعه مش فاتح اصلا، اللي اللوكال بورت اللي هون بيختلف عنها، فحصير يعمل دروب للباكيت ومشكله يعني. فاصلا انت مش حتكتشف انه يعني بجوز تكون هاي سبب المشكله، صير تفكر باسباب ثانيه. وضحت؟ مين اللي سالني؟ يحيى. يحيى وضحت هسه؟ وضحت. هي بتعتمد على الاوردر كيف اجى. لو ما بعثتها باي ريفرنس ما بتنحل المشكله. بالضبط، لو بعثتها بدون ريفرنس تنحل المشكله، بصير باي باس فاليو خلص. الخمسه وديت لك اياها اشتغل عليها، اجت بعديها سته وديت لك سته اشتغل عليها. احنا عشان هيك عملنا مشكله واحنا مش دارين، لانه وديناها باي ريفرنس. تمام. وعذرا على التاخير، بس لانه الموضوع هيك متواصل، ان شاء الله بنشوفكم المره الجاي. الله دكتور اسال اللي بده يضل بضل معه عادي. دكتور في الاسايمنت رقم خمسة بدي توضيح بس، انت بدك ثلاث شغلات من نسوي كلاينت مستقل للتي سي بي وكلاينت مستقل للدي بي ويجمعهم السيرفر صح؟ طيب بالضبط هيك بدك يعني. يعني دقيقه خلينا بس اتذكر الاسايمنت انا حطيته من اسبوع، يعني انا بدي كان ثلاث شغلات لدي بي يعني. لا 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 الان انت ممكن تعمل يعني، انت قصدك تكتب كود كلاينت بفايل لحال وكود كلاينت ثاني بفايل لحال، مش شرط. هيك انا قصدي. لا 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 انت نفس الكود يعني، اعمل فانكشن اسمه مثلا يو دي بي، مثلا يو دي بي بديش اسميه اسماء يعني، اسميه اكس جوا الفانكشن هذا زي المين، مش في المين جوا المين، اعمل تو فانكشنز، واحد بيجهز ستراكشر يو دي بي وواحد بيفتح سوكت، فانكشن ثاني بيفتح سوكت تي سي بي، هذا بيشبك على السيرفر من نفس جوا الفايل نفس الكود، هذا بيشبك على السيرفر. كيف انت لما تفتح براوزر التابز اللي جوا بتعرف صح، من كل واحد اذا في ايمج وفايل بيفتح، مش خدنا بالنتورك هيك، فهو عندك فايل واحد
بس بي تو فانكشنز، فانكشن بيشتغل يو دي بي، فانكشن بيشتغل تي سي بي، هيك بجوز اوضح هيك بجوز. تمام. طب لما نشغلها من من التيرمينال يكون نفس الشيء اللي كنا نشغله من اول؟ اه نفسه. يعني نفسه انت عندك يعني انت سميه كلاينت وسيرفر، ماشي؟ الكلاينت تبعك، الكلاينت تبعك فيه خلينا نسميه تو بارت، في بارت بيشتغل يو دي بي وفي بارت بيشتغل تو سي بي بنفس الكود. لا دكتور، مو هيك مو هيك قصدي. قصدي لما اكتب مثلا دوت سلاش هذا بعدين اكتب الاي بي مثلا، نفس الطريقه القديمه اسويها. تمام تمام. هسه انت لما تفتح البارت اللي بيفتح يو دي بي حيعطيه بورت غير عن البارت تبع تي سي بي، بس اثنين حيشبكوا على نفس الاي بي اللي دخلته انت من اللي بتحكي عنه. يعني حتى البورت بيكون ديفولت منه تبع اللوكل، بس تبع السيرفر نفسه بالحالتين انت مشبكوا على السيرفر انا. السيرفر على الكلاينت قصدي، على الكلاينت الكيرنل. عشان قلت لكم دونت يوز باينت على الكيرنل، الكيرنل حيعطي دو ديفرنت بورتس هو يحل مشكلته. تمام تمام تمام، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك الله يعافيك. هسه اذا بدك تعمل، انا والله مش متاكد شو حاط بسبيسيفيكيشن، يعني بدك تعملهم تو ديفرنت. اي ثينك انه كان، اي ثينك انه انا اللي كان قصدي انهم يكونوا بنفس الفايل، اسهل عليك عشان الكومبايليشن والرننج والتستنج. ان شاء الله. تمام دكتور، ان شاء الله ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. ضل حدا عنده سؤال؟ الله يعطيك العافيه.